دكتور احمد الهباء استاذ مساعد القلب وطب الازهر. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، حابة اعرف راي حضرتك في كارديو ايجيبت السنه دي. هو الحمد لله بفضل ربنا ومجهود اللجنه المنظمه، يعني زي ما الناس كلها بتدينا فيدباك ان الحمد لله التنظيم السنه دي فاق الاكسبكتيشنز، يعني الناس كلها كانت متخيله ان المؤتمر ممكن ما ينجحش عشان خاطر وضع كورونا اللي احنا فيه، لكن الحمد لله السيشنز نالت اعجاب الناس. يمكن هي كانت اوفر كوندنسد شويه، يعني هم قالوا ان الوجبه كانت دسمه زياده عن اللزوم، كان ممكن الدنيا تبقى اخف من كده. والحضور الحمد لله كان متميز، واكتر حاجه الناس كلها علقت عليها واثنت عليها هي الورك شوب، وكان فعلا عليها اقبال غير عادي. طيب دكتور، وحضرتك شايف ان ايه ممكن يضاف لكارديو ايجيبت في السنين اللي جايه ما كانش موجود السنه دي؟ لا، هو ما كانش موجود ان احنا نهتم اكتر باليانج جينيريشنز اكتر من كده. يعني احنا حاولنا في الورك شوبس ان هي تبقى فيه حاجات اساسيات اليانج كارديولوجيست محتاجينها، بس اعتقد ان احنا لازم نهتم بده اكتر في السنين اللي جايه. دكتور، وحضرتك كان دورك ايه في كارديو ايجيبت؟ حاجات كتيره. يعني الحمد لله انا كنت من الاورجانيزيشن كوميتي، فكنت ماسك الابستراكت والكيس تراك والنيرسينج اند الاينس تراك برضو، وكان في البارتيسيبيشن بقى في الكونفرنس كان ليا دور في ورك شوب برضو وبرزنتيشن واكسبتد مودريت اي بوستر برضو. حضرتك نورتنا بوجودك وميرسي جدا على وقت حضرتك. ميرسي لحضرتك، ونشوفك في كارديو ايجيبت بقى 2023 ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا.